السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جينا نهضروا انا والزوج ديالي، ولكن بمناسبه واحد الفرحه غنشاركها معكم ان شاء الله بوصول الكود. جاني اليوم الكود، كنت كنتسناه مش حال هادي، هو كنتسناه الحمد لله. تعطل لي واحد جوج سيمانات ونص هكاك تعطل باش جا. المهم الحمد لله راجلي، انا كنت جالسه في الصباح نط نفطر، ما عليا ما بيا، قال لي مشى خرج هو باش يتسخر وداكشي. جا لقاها في لابواط ديال هذا اللي كنلقاو ديال البراوات وداكشي، دخل انايا قال لي ادخل على الباب، قال لي المهم كيهضر معايا عادي، قال لي غمض عينيك. غمضت، قالت قلت له اش غمض عينيا شنو كاين؟ قال لي لا غمض عينيك غمض عينيك، عرفت؟ قلت له جاك الكود؟ لا، قال لي غمض عينيك. غمضت عينيا وهو جبد لي هذا الكود هذا. المهم الفرحه ديالنا انا وياه الحمد لله، اللهم لك الحمد. التعب ديالنا ما خرجش هكاك، الله الحمد لله والشكر لله، لان اليوتيوب راه زعما راه صعيب بزاف، فيه تمارة وفيه الجهد ديالك، راك عارفين كل شيء. المهم خليته هو يهضر الزوج ديالي، وبغيت نشاركوا هذه الفرحه ديالنا، نشاركوها مع بعضياتنا ومعكم، لان نتوما هما كل شيء الحمد لله. نتوما كتساعدونا وحنا كنعطيو داك الشيء اللي عندنا، وكتساعدونا نتوما بالتعاليق ديالكم الزوينه وبكل شيء ديالكم الحمد لله، ومشاهدة ونتمنوا من الله تزيدونا، تزيدوا تزيدوا القدام. بارك يلا اخواني في الله، السلام عليكم. وكنتمنوا المتابعين ديالنا يفرحوا معنا حتى حنايا، وعقبال اليوم ان شاء الله، عقبال اللي مازال ما جا هذا الكره يا ربي، يجي قريبا ان شاء الله، لان هذا تيدل على واحد المجهود تيقوم به الانسان من ا حتى لزيد، الى الترخى ولا مال ولا يأس ولا كما تيقولوا صافي، قال صافي بارك عليا، انا هادشي بعيد عليا بزاف، انا ما قدرتش. الواحد ما يملش والله، ما يملش. شوف بغيتي توصل لواحد الحاجه، شوف سواء مليتي ولا ما مليتيش، راه كتبقى في نفس سميتو، راه الدنيا كتبقى زايده. اللهم الانسان يكون صابر، ومني يشوف بحال دابا حنا علاش نديرو هاد الفيديو هذا؟ باش الناس اللي غيشوفونا، نعطيوهم واحد القدوه، ونعطيوهم ويشوفونا باش يقولوا حتى حنايا غادي يجينا ان شاء الله. حنا قلنا تنقولوها مهما جاو الناس، حتى حنا راه غادي يجينا حتى حنايا. كل حاجه بالصبر، كل حاجه بالصبر ديالها. لهذا تطلبوا من الاخوان، الاخوان باش يصبروا. عندك اولا الصبر، ثانيا بنادم يكون مخلص في العمل ديالو، مخلص العمل ديالو. ثالثا بنادم ما يمشيش هاي المسائل اللي تنقولوا حنايا كتغضب الله سبحانه وتعالى في اليوتيوب، شوف اي حاجه دير الله قبلتك وتوكل على الله، والمسائل اللي غادي تصوب تكون هادفه، ولا المسائل اللي غادي تطيب ولا هذا تكون على قدر الناس اللي غادي كتصوب لهم، على المستطاع ديال كل واحد. ماشي كلشي كما تنقولوا عنده طوب، ولكن عاوتاني شويه هكا شويه هكا. هي بالنسبه للكوزينه عندها الحمد لله عندها واحد المعرفه بالكوزينه، لان تعلمت على النسيبه ديالي، النسيبه ديالي كانت طباخه ماهره. بالنسبه ليا انا خدمت في الباستيليريه الحمد لله، تقريبا واحد 18 عام ولا 17 عام باستيليريه في كاتالونيا. ودابا هنايا تنخدم مع شي ناس، تنعاونهم وتنقدلهم وتنصوب لهم مسائل. وبالنسبه لواحد الحاجه ديال هذا الكود هذا اللي جا، وريني بيني وبينكم، وغير قولوا لي واش عندي الحق ولا ما عنديش. الا عندي الحق قولوا لي عندك الحق، ولا ما عنديش الحق قولي ما عنديش حاجه غايب الله. سمعوني الله يرحمكم الوالدين الخو، سمعوني. دابا حنايا السميه ديالنا ديال القناه ديالنا شنو هي؟ سناء احمد بلوك، ياك؟ علاش ما تجيش السميه ديال سناء احمد والعنوان ديالنا؟ جي غير بسميتها هي، علاش زعما؟ ها؟ وتيقول لك حنايا في التالي حنا الرجال، الرجال قاومون على النساء وقعوا علينا وكاينين، دخلت عليكم بالله عباد الله. ها هي
علاش اخويا ما تجيش هنايا سناء احمد فلوك ها ولا سيرتو لنا جوج بريات كاع جوج بريات من نفس الكود حدا فيها سميتها حدا فيها سميتك عساكم تمام اللي تنضرب انا كثار من اللي كيضرب هو على عساكم اخوتي شوفوا الله يرحم لكم الوالدين سمعوني خلينا نهضروا انا شوف انا نقول لكم واحد القضيه دابا الجيش ملي كيمشي يحارب لابد تيكون عنده واحد القائد اللي كيسيرو سير من هنا اجي من هنا بدل الميمنه على الميساره المقدمه رجع المؤخره بحال اللي كيدير رضي الله عن خالد بن الوليد الحرب ديال المجوس المهم هذيك راه قصه طويله خلاص دابا تبدلوا المهم علينا ما بينا انا كنخدم معاها ماناجير انا ملي كتجي تكون هي حاصله شي حاجه كتجي عندي كتقول لي شنو غادي ندير شنو هذا نقول لها شوفي صوبي هذه بالنسبه لا والله اقسم لكم بالله لا هادشي اللي كاين الله يجزيك تعطي الله يحفظك عليا المهم بالنسبه حتى شي وصفه هكا ولا سميتو ولا هذا يكون عندها واحد جوج وصفات ولا ثلاثه ولا كذا تنقول لها شوفي غادي هذه الوصفه هذه ولا كتقول لي شنو بان لك تنقول لها هذه الوصفه هذه ياك نجربوها ونشوفوها كديرها الحمد لله كتخرج مزيانه على حسب الاستطاعه ديال كل انسان المهم ما عندناش نطولوا عليكم هادشي كامل الا طولنا راه غنبقاو حتى الفجر المهم كما كنقول لكم انا بديت القناه بدينا القناه ديالنا في شهر 4 شهر 1 2020 هذه هي فاش بدات القناه ديالي المهم مشات شهرين ونص باش كملت الشروط الاولى كان داك المرض باش كملت الشروط الاولى 1000 مشترك 4000 ساعه مشات المراجعه 22 في شهر 3 مشات المراجعه المهم مع جات مع وقت المرض ومع داكشي ما هي كتعطل 48 ساعه وكيجاوبوك في واش مرفوضه ولا ما رابطينهاش الحمد لله تعطلت مع كما قلت لكم جات مع المرض 22 يوم تعطلت لي بالضبط جات من المراجعه الحمد لله بموافقوا لي تفعلت لي القناه ديالي المهم كيدخلوا لك الاشهارات ملي كتفعل القناه كيدخلوا الاشهارات المهم دخلوا الاشهارات باش تجمع عاوتاني 10 دولار 10 دولار فيها واحد التمره شنقول لكم صعيبه بزاف الا ما خدمتيش وتمرتي وراكم عارفين كديروا الفيديو والمونتاج وراه صعيب وبعد نوم ملي كديروا كيخرج لك الدولار صفر خصك تعاود تدولي منه شي حقوق الا كان فيه حقوق الطبع والنشر المهم شويه صعيب شويه اللي ما عندوش الصبر وما عندوش هذا راه ما غاديش يكمل دغيا كيقنط ولكن الحمد لله كلشي تدوز وسيد ربي الحمد لله والله ملك الحمد. نعطيكم واحد النصيحه الا شوف نعطيكم واحد النصيحه الا الانسان جاه الارهاق ولا جاه التعب ولا سميتو يحدك الشيء اللي عنده تما يحدك الشيء اللي تيقولوا علماء النفسيين يحدك الشيء اللي عنده ويمشي واخا يشرب غير شي قهوه واخا يشرب غير شي حاجه واخا يخرج غير للبالكون غير يشوف الناس غاديين جايين هذا غير بدل غير داك لا روتين ديال داك سميتو ورجع عاوتاني للخدمه ديالو باش وبالنسبه لهذا اليوتيوب انايا انا في الاول كنا هي جالسين هيك كنضحكوا هكايا قال لي علاش ما ديريش اليوتيوب وتشغلي به راسك وهذا قالت لي سيري خاصك من اليوتيوب ولا والو ما تعرفتي شنو وتشاورت مع واحد ولد صاحبتي ولكن راه بحال ولدي بحال ولدي الله يخليه لي ويخليه لمامته غنذكروا من هذا المنبر هذا فؤاد الله يخليه لي ولد صاحبتي ماشي صاحبتي اخت ديالي وكثر من اختي الله يعمر راسها المهم ساعدني مسكن وجبد وصوب معايا هو اللي صوب معايا المهم القناه الاسم القناه وكيفاش مشى معايا دقت صوبت القناه ديالي الله يعطيه الغدا والستر وعاونني في السوايا حتى هو ساعدني ما نسالوش هذا الخير الحمد لله وهادشي اللي كاين وكان نوجه له التحيه من هنايا الله يخليه لمامته والله يسهل عليه وهادشي اللي كاين وكنشكر البنات اللي تعرفت عليهم في اليوتيوب الله يعمر راس العا كاملين لان واخا ما كنتشافوش ولكن واحد المحبه بيناتنا ما نقول لكمش محبه خالصه بحال خوت كنهضروا في الواتساب كنتشاوروا بعضياتنا كان لواحد الحب وحديته وكنشكر من هنا شو الا جيت نشكرهم كاملين راهم عندي هنايا راني كلهم تنبغيهم وكلهم كان هذا ولكن تنوجه واحد التحيه لواحد الاخت ساكنه في فرنسا
سميتها نزهة ميكس فلوغ، حتى هي عندها القناة وعالم أم محمد. وش نقول لكم، بزاف القنوات عندي عزاز وما نقدرش نقولهم كلهم، ولكن راهم هادو ذكرت لك منهم واحد الفئة، ولكن راهم ربي اللي عالم الحمد لله. كنشكرهم بزاف بزاف، عاونوني ولا كنت ما كنعرفش شي حاجه كنمشي عندهم. هاد الجوج بعدا بالخصوص كنستاشر معاهم وعندهم تجربه وعندهم هذا، كيعاونوني وما ننساش الخير ديالهم وما كننساش البنات اللي معنا دابا مازالين في الجروب، كنخدموا بعضياتنا وكنتعاونوا بعضياتنا. الله يسهل على اللي مازال ما وصلش، والله يحفظكم كاملين ويوصلكم لا شناويين يا ربي يا ربي. اش نقول لكم، لان تيقول لك الحميه كتغلب السبع، الحميه كتغلب السبع. وهذا اليوتيوب هذا راه سبع واحد البحر كبير. صعيب كبير بزاف، فيه انتقاد. واش الانسان غادي يركب في واحد سميتو واحد الباطو، واحد الباطو الا ما كانوش فيه واحد تيطلع الشراع، واحد تيجدف باش يزيدو، ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه، كنهضروا على واحد الباطو ديال كبير. هذاك هو، هذوك هما نتوما، واليوتيوب هو هذا البحر هذا، خصكم تعاونوا بيناتكم، ديروا يد في يد باش نتعاونوا. هاد القنوات الصغار الصراحه سي داوي، حنا دابا مازالين القنوات الصغار، مازال ما مشهورين شي شهره، ولكن خصنا نديروا يد في يد ونطلعوا هادشي اللي كاين. واللي كيدير سبحان الله العظيم، امر الله سبحانه العظيم، ربي ما تيضيعوش. دير الله امامك وخدم ومن جد وجد ومن زرع حصاد. هذا قرينا في التحضير، ماشي غير دابا قرينا في التحضير. يلا المهم ما نطولش عليكم الفيديو، كنشكر جميع اي بعدا قبل من هذا غادي نحلها قدامكم انا، يا راني غادي نوقف قبل من المهم انا حليتها، ما بغيتش باش ما نطولش عليكم هذا. المهم انا نضرق الرقم، لا تحليت وجه، هذا هو الكود. المهم كيعطيوك هنايا لي زيطاب باش تمشي عليهم، راه عندي خصني نمشي في لورديناتور باش ندخل هذا الكود هذا اللي مدرقه في يديا، وهادشي اللي كاين وغادي ندخلو وغادي هذا. كتبقى دابا $70، هي دابا شنو ما خدمتي دابا غادي تخلص الحمد لله، اللهم لك الحمد. غنمشيو هكايا، كل ما طلع لك شي فيديو ولا هذا وكان مزيان، ولكن مازال الخدمه، مازال الخدمه شويه. ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو وينال الاعجاب ديالكم، ويعطيكم واحد الشحنه بوزيتيف، يشارك معكم هذه الفرحه اللي شاركناها معكم. وخدموا خدموا ان شاء الله وما يكون غير الخير، والله يسهل على كل واحد. وشكرا لكم على المتابعه، وهذا الشيء اللي نقول لكم جديد ان شاء الله. وما تيأسوش، ما تيأسوش، ما تيأسوش. شكرا لكم.